عسلامة ومرحبا بكل متابعينا ومتابعاتنا، مرحبا بكم في هذه النقطة السريعة، نقطة مباشرة سريعة. فقط هو طلب من كل متابعينا ومناصري الحزب الدستوري الحر ومساندي الأستاذ عبير موسي. احنا اليوم قاعدين نخدموا على نشر النقاط التنويرية اللي قامت بها الأستاذ عبير موسي منذ سنوات، يعني والملفات الحارقة والمواضيع الحارقة والخطيرة اللي طرحتها وطرقت لها ولا فجرتها بعبارة أخرى، ولما بعد وقفت عليها وسائل الإعلام بعد معظم الشعب التونسي وقف على صحة كلامها وعلى قوة استشرافها وعلى نظرتها المستقبلية للأمور وعلى تقييمها القانوني لما يحصل في البلاد. دونك المطلوب من كل متابعينا والمطلوب من كل المشتركين انهم يخدموا اكثر بالنسبة لنشر المقاطع هذه على موقع يوتيوب. توا في التيك توك تواجد اتسترا تحسن بشكل كبير على قبل، في الفيسبوك تبارك الله معناها مكتسحين مواقع التواصل الاجتماعي، تواجدكم ما شاء الله معناها مشرف. قاعدين نخدموا على نشر هذه النقاط التنويرية على موقع يوتيوب به. دونك احنا المطلوب منكم اليوم انكم المقاطع اللي قاعدين نهبطوا لكم في الليان تاعهم في الروابط نتاعهم هنا على صفحتنا الرسمية، انكم تبارتاجيوهم لاصحابكم لاصدقائكم في المجموعات اللي موجودين فيها، في صفحات اللي انتم انسكري فيها، تبعثوهم على الخاص لكل اصدقائكم وتتفرجوا فيهم وتنشروهم. المقاطع هي مقاطع صغيرة، اخترنا ان نقص المقاطع من النقاط التنويرية حسب الموضوع، كل موضوع مرة ساعة 4 دقائق، ساعة 3 دقائق، ساعة 15 دقيقة، انت واهمية الموضوع وانت والحيز الزمني اللي خصته رئيسة الحزب الدستوري الحر للحديث في ذلك الموضوع. دونك نعاود، المطلوب من كل متابعينا ومن كل هياكل الحزب الدستوري الحر وانصاره ومناصريه ومنخرطيه الى اخره انهم يبارتاجيو النقاط هذه على اوسع نطاق هاوكا في القناة متاعنا على اليوتيوب. مازال راهو تواجد تساترة غير مرضي في موقع يوتيوب، راهو مهم جدا ان نكونوا موجودين في موقع كيما يوتيوب اللي هو يعني اليشيل مونديال، معناها قعد ديما يحتل المراتب الاولى، ولليوم معناها الشأن العام موجود بشكل كبير ومكثف في اليوتيوب، وفما ناس تتابع بالكدي بالكدي عن قرب سواء من داخل تونس ام من خارجها. دونك احنا قاعدين نقصوا فيهم ونهبطوا فيهم على اليوتيوب وننشروا لكم في الروابط نتاع المقاطع هذه على صفحاتنا على الفيسبوك، الصفحات المسانده للصفحه نتاعنا والصفحه الرسميه نتاعنا هذه. دونك مطلوب منكم انكم تبارتاجيو، حلوا الباج نتاعنا اوفيسيال عبسني مشقير، تلقاو فيها كل يوم نهبطوا لكم 3 4 5 مقاطع بعاد على بعضهم، بعد كل ساعتين ثلاثه تلقاو مقطع، بارتاجيوه قد ما تنجموا وابعثوه لاصدقائكم. هذا هو محتوى هذا الفيديو القصير. دونك استناو برشا مقاطع في قادم الايام وارجعوا للمقاطع نتاع الايام اللي فاتت، وهكا عاملين في قناتنا الرسميه على اليوتيوب كي تدخلوا عبد السلام شقير تلقاو فما بلاي ليست مقسمين دي بلاي ليست هما اللي فيديو اللي نهبطوا فيهم، تلقى فما بلاي ليست اسمها عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. هذيك البلاي ليست لافونتاج نتاعها كي تدخل منها الفيديو الاولى تعدي لك اوتوماتيكمون الفيديوهات فقط المتعلقه بالاستاذ عبير موسي، دونك باش تلقاو فيها فقط الفيديوهات الخاصه بالاستاذ عبير موسي وتصريحات الاستاذ عبير موسي. وشكرا.